أشاد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بالإجراءات والجهود المتواصلة في مملكة البحرين للتصدي لجائحة فيروس كورونا ومواجهة تحديات الظروف القاسية التي فرضتها. وأكد معاليه في تصريح لمركز الأخبار أن البرامج والمبادرات التي أطلقت من قبل الحكومة الموقرة بتوجيهات ملكية سامية أسهمت في التخفيف من انعكاسات الجائحة العالمية على المستوى المحلي، بما يحافظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين بالتوازي مع العمل على استمرار عجلة الازدهار والتقدم. إن ما عملت البحرين عمل مقدر ومشرف إلى الجميع، وأن محاربة الجائحة يعني حظى بإعجاب العالم وليس البحرين، وهذا مبني ليس على يعني ما نملك في الحاضر، إنما ما بنيناه في الماضي بحيث استطعنا مواجهة هذا الوباء. وأنا أعتقد البحرين إن شاء الله ستكون منصورة أيضا في التخلص من هذا الوباء. وكل ما أرجو أن يكون المواطن مسؤول، هذه ليس مسؤولية حكومة ولا إدارة ولا وزارة ولا فريق، كلنا فريق واحد وهذه تؤثر على الجميع. فأنا أعتقد علينا أن نلتزم بالإجراءات الاحترازية، علينا أن نكون مسؤولين، علينا أن نحد من التجمعات، علينا أن نضع الكمامات التي تحمينا من نقل العدوى. وبذلك أنا أعتقد البحرين إن شاء الله وفي أقرب الآجال. هذه ناحية. الناحية الثانية، نشكر حكومة صاحب الجلالة على مبادراتها الطيبة في التسهيل على المواطنين بالحزمة التي قدمتها إلى المواطنين في مختلف الفئات ومختلف المجالات. وهذه الحقيقة بالرغم من الظروف الصعبة التي نمر فيها المالية قصدي، إلا أن صاحب الجلالة بتوجيهاته أمر بمحاولة تقليل التأثيرات السلبية على كل مواطن بل وعلى كل مقيم. ولذلك الحمد لله نحن دائما في خير ونعمة، وبلدنا إن شاء الله محفوظ من الله سبحانه وتعالى، وأيضا محفوظ بقيادتنا الحكيمة. فالبحرين دائما إن شاء الله في أيدي أمينة.